أعلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جنوه للأوطان في دين كل حر يزن سلفت ودين مستحق. اليوم يتم ضبط أحد أفراد العدو، أحد المتعاونين معه من هؤلاء الذين باعوا الوطن بأرخص ثمن. فوالدكم السلام عليكم. اسمك كريم منو؟ اسمه بابكر. بابكر منو؟ جاي من وين؟ جاي من ابو طليح. جاي ماشي بالشارع. انت بابكر زعلت امك في حاجه في الدنيا دي؟ امك دي زعلانه منك؟ امك غضبانه عليك؟ امتى حاجه كعبه؟ امكم تبقى زي الحريم، ارفع راسك ده فوقك. امتى حاجه كعبه في الدنيا دي؟ بسم الله عليك. لانه والله العظيم انت لو ما عملت حاجه كعبه كشفت وعرفته. لو ما عملت حاجه كعبه ما بتقع في يدنا نحن. هاي زيه شباب. عافر ده؟ لو ما عملت حاجه كعبه طارد جير زي الحريم ما بتقع في يدنا نحن. منو؟ نحن منو؟ يتكلم معاك زول. نحن منو؟ معاك يا زول. ها؟ منو؟ راح يتكلم معاك؟ نحن منو؟ منو؟ تعالوا. سودانيين هاي ما تشاهدين. احب ابشركم ونحن قاعدين في الفيديو ده لا ثلاثه به ذاته معنا سوداني، ما فينا زول تشاهدي ولا فينا زول جاي من ليبيا، لكن فينا زول باع القضيه. فينا زول واحد قايم باع القضيه بس. بس تقعدوا زي اخواتكم كده يمسكوكم. ف جاي منين؟ انت اصلا منين؟ انت من الجنينه في ما اعتقد، صح ولا ما صح؟ الجنينه دار اندوكا يا تحي في الجنينه؟ ها؟ حي الجبل. هاي جبل لحي مساليد، صح ولا مصح؟ مش حي مساليد. وقوة دعم السرير غامض بشنو؟ عملوا عبادة جماعية في شنو؟ تطهير عرقي. تطهير عرقي، كتروا المساليد ديتشل، سموا الآبار بتاعت الموية، صح ولا مصح؟ يتعاونوا وتشتغلوا معاهم ويشتغلوا. انت ودي جيت من الجنينة لك 8 شهور. جيت من الجنينة لك كم شهر؟ 8 شهور. جيت وين؟ جيت وين؟ كيف السلام عليكم؟ لأن أنت لو جاي من الجنينة شفتها عندنا أخونا الكمرد الراكز عبد اللجان في الفاشر والقوات المشتركة، ها؟ توروبورو إيريتيري. توروبورو ديل كم شموا ريحتك من مسافة 5 كيلومتر بيجيبوك الرادار بتاعهم بلقطك بوفوك. عندك أخوك مات قبل 3 شهور، عارف الكلام ده؟ تلحس يعني. أخوي. ما عندك أخوان؟ عندك أخوك مات، أبشرك الآن هو في السماء. هنا ده كتنين ده. هنا ده سلام. هنا ده جاء شاي. هنا ده كتنين. عنده طبنجة. وجاء هجم مع العدو. محمودي. جاءوا هاجمين المنطقة اكس بس احنا قاعدين فيها دي. تدري ما هي المنطقة اكس؟ تعرف المنطقة اكس؟ دي مقبرة الجنجاي باسم الكفار. سميتها بكفار. كفار كدر عموما. انت الناس دايما بيتونسوا بيسالوا فيك هذا اسمي هذا كفار القدر ولا ما اسمي يحتاجوا؟ رد لهم على حسب السؤال هذا. كفار فيه كفار فيه ومسلمين فيه؟ يعني احنا كفار. كفار؟ كفار القدر. عندنا اخونا قديس انت تعال تعال قبل شوي قلت حاجتين زور ما يهزر معاهم منو منو؟ الحكومه والله. ها؟ الحكومه وديش؟ ها؟ الحكومه وديش؟ دين مانو؟ ما تهزر معاهم. والله؟ والله. انت في النهايه قبل شوي اخوك ده قال شنو؟ قال له الحكومه دي النهايه ما تهزر معاه. ما تهزر مع الله ولا تهزر مع الحكومه. ها؟ والتراب اللي انتوا هسه قاعدين تشاكلوا فوق وتداوسوا فوق وتقولوا حبك وده. ها؟ ما قاعد تشاكل، قاعد تصلح مواتر بس. انا ما بدي اشاكل. ان شاء الله الليله بنوزن لك البلوفه بتاعتك. تعرف البلوفه بوزنوها كيف؟ انت قلت ميكانيكي بتاع مواتر. احنا الليله ان شاء الله كل المواتر نصلحها. اخوكم ده لا حنوزن له البلوفه بتاعته، بلوفتك حتوقع، حنجيب لك شفت طاقم بتاع طرابيش، حنغير لك وش دجاج الراس، ونعمل لك عمره كامله، ونعمل لك بالقلايه ان شاء الله. استلمتها؟ نعمل لك بالقلايه. استلمت الكلام ده؟ غير لي الطبلون يا جناب. خلاص انتهى. هسه رسالت لك شنو من هنا؟ رسالتك لاخوانك. رسالت لك شنو؟ ما في رساله. هاي ورايك في المستقبل؟ تحيي الشعب السوداني الابي البطل واي شغل ثاني. تحيي الشعب السوداني. الشعب السوداني بتحييه يا زول. ايوه ما بحييه. انت هذا شعب، انت شعبي ولا سوداني؟ انا شعبي. انت شعبي زي قلت الحكومه.